بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله طلبتنا الأعزاء الأفاضل وأسعد أوقاتكم. نتواصل معكم بتقديم محاضرات الفسلجة الطبية. وصلنا وإياكم إلى اليونت 2 Blood and Body Fluids Lecture 7 White Blood Cells Part 1 مقدمة من قبل الدكتور الاختصاص ميسم محمد حسين الكعبي. الوايت بلاد سيلز كريات الدم البيضاء، هاي طبعا التايبس اوف ذا وايت بلاد سيلز: مونوسايتس، ايزونوفيل، بيزوفيل، ليمفوسايتس، اند نيتروفيل. فهاي الفايف تايبس راح يعني نتحدث عنها بالتفاصيل ان شاء الله، وراح توصلكم صورة كاملة عن كل نوع من أنواعها وشنو فائدتها وشنو وظيفتها وتفاصيلها إن شاء الله. The white blood cells or leukocytes are the colorless and nucleated formed elements of the blood. لأن هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن خلايا أيضا مكونة للدم عديمة اللون ولها نواه. Compared to the red blood cells, مقارنة بكريات الدم الحمراء, the white blood cells are larger and lesser in number. مقارنة مع كريات الدم الحمراء, طبعا كريات الدم الحمراء ايش قلنا يكون شنو؟ لونها يكون احمر وعديمة النواة, بينما هاي عديمة اللون ولها نواة. شنو ايضا؟ ال white blood cells اكبر حجما ولكن اقل بالعدد. Yet functionally these cells are important like red blood cells. لذلك وظيفيا هاي جدا مهمة, تعتبر مقارنة مع كريات الدم الحمراء. مثل ما يعني كريات الدم الحمراء لها أهمية قصوى, أيضا كريات الدم البيضاء لها أهمية قصوى. Because of their role in the defense mechanism. هي شنو السبب انه هاي أهميتها؟ لأن يعني وظيفتها هي في الحماية, وظيفة دفاعية عن الجسم. Protect the body from invading organism by acting like soldiers. إذن تحمي الجسم من دخول أي كائنات غريبة وأجسام غريبة وضارة. زين, وذلك تعمل كعمل الجنود. White blood cells versus red blood cells. White blood cells differ from the red blood cells in many aspects. إذن تختلف كريات الدم البيضاء عن كريات الدم الحمراء بعدة نقاط. The differences between white blood cell and red blood cell are given the table now. First one, larger in size. طبعا اكو table هنا عندنا, هذا ايضا اختلافات بين ال white blood cell والred blood cell. هاي فد يعني فد نقاط مختصرة, انه هي larger in size. ال white blood cell larger in size, irregular in shape, اذا كبيرة الحجم, شكلها غير منتظم, nucleated, تحتوي على نواة. Many types, ولها عدة أنواع. Granules are present in some type of white blood cells, وهناك حبيبات موجودة في بعض من أنواعها. Life span is shorter, ويعني فترة حياتها تعتبر أقصر من كريات الدم الحمراء. هسه هذا الجدول اللي قلنا عليه, white blood cells differ from red blood cells in many aspects. Definition, التعريف. شنو قلنا تعرف كريات الدم الحمراء؟ هي by concave shaped cell, يعني عبارة عن شنو؟ عبارة عن خلية مقعرة الوجهين. زين, موجودة وين؟ بالدم. which transports gases to and from the lungs, تنقل الغازات من وإلى الرئتين. هاي الكرات الدم الحمراء. كرات الدم البيضاء white blood cell spherical shaped cell, إذن هي عبارة عن شكل كروي. which functions as an immune cell, تعمل كخلية دفاعية أو خلية دفاعية تدافع عن يعني كجهاز مناعي تدافع عن جسم الإنسان. الكالر red blood cell تكون red in color, الwhite blood cell as we mentioned كما ذكرنا قبل قليل colorless يعني عديمة اللون. الfunction transport oxygen and carbon dioxide from the lungs to tissue and tissue to the lungs respectively. إذن وظيفتها نقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون, من الأكسجين تنقله من الرئتين إلى الأنسجة, وثاني أكسيد الكربون تنقله من الأنسجة إلى الرئتين. ها
هاي بالنسبة لوظيفة كرات الدم الحمراء. الكرات الدم البيضاء وظيفتها involved in defending our body against pathogens enter into our system. إذن هي وظيفتها دفاعية، تشتغل ضد الأجسام الغريبة التي تدخل إلى داخل جسم الإنسان. النيوكليوس تكون عديمة النواة من فقرات الدم الحمراء، هي تكون تحتوي على نواة. Abundance accounts for 40 to 45% of the total volume of the blood. يعني جد تأخذ من حجم البلد هي حوالي 40 إلى 45%، بينما كرات الدم البيضاء فقط 1% of the total volume of blood. Types one type هي red blood cell. هاي لا 5 types اللي هي neutrophils, basophils, eosinophils. اللي هنسميها ذي ثلاثة هاي الأنواع نسميها granular white BC. Granular زين نسميها كرات الدم البيضاء المحببة. والليمفوسايت والمونوسايت اللي هي نسميها أجرانيولر سيلز أو أجرانيولر ليكوسايت، فهي نسميها أجرانيولر ليكوسايت. وهاي الثلاث أنواع نيتروفيل بيزوفيل إزونوفيل نسميها جرانيولر ليكوسايت. اللو كاونتس ليد تو أنيميا، قلة العدد مالتها راح يسبب لنا فقر الدم، قلة عددها راح يسبب لنا أيضا نقص بكريات الدم البيضاء. البرودكشن through a process called erythropoiesis، هاي يسموها صناعة كرات الدم الحمر يسموها erythropoiesis، بينما الوايت بلاد سيل نسميها leukopoiesis. اللايف سبان 120 يوم as we mentioned previously، وبينما الوايت بلاد سيل 5 to 25 days، فقط من 5 إلى 21 يوم الرينج. Functioning system only in the cardiovascular system، موجودة فقط بالجهاز الدوران، بينما هذه الفانكشنينج سيستم هي الكارديوفاسكولار سيستم، ايضا جهاز الدوران والجهاز الليمفي. جيد، هسه نجي للكلاسيفيكيشن بيزد اون ذا بريزنس اور ابسنس اوف ذا جرانيولز ان ذا سيتوبلازم. يعتمد التصنيف مالته على شنو؟ تصنيفها الكرات الدم البيضاء على وجود قلنا هذه الحبيبات او عدم وجودها بالسيتوبلازم. الجرانيولوسايت اللي تحتوي موجوده يعني حبيبات في السيتوبلازم have granules as we mentioned. And agranulocytes which do not have granules، لا تمتلك هذه الحبيبات. The granulocytes, depending upon the staining property of the granules، تعتمد على الصبغة اللي تأخذها هذه الحبيبات. Granulocytes are classified into three types. شنو أنواع هاي اللي قلنا اللي هي نسميها granular lymphocytes، neutrophils with granules taking both acidic and basic stains. هذه النوع من كريات الدم البيضاء تأخذ صبغتين الحامضية والقاعدية. إزنوفيل لا تأخذ فقط الحبيبات مالتها، تأخذ الصبغة أو الطابع الحامضي الصبغة الحامضية. البيزوفيل with granules taking basic stain، تأخذ الصبغة القاعدية. هاي خلصنا من الجرانيولوسايت. أجرانيولوسايت اللي هي عديمة الحبيبات. أجرانيولوسايت have plain cytoplasm without granules. Granulocytes are of two types, monocytes and lymphocytes. بس هذا قلنا هذه agranular اللي هي lymphocyte والmonocyte، بعد ما أي حبيبية أي حبيبات موجودة بالcytoplasm فقط النواة. ولكن الgranular leukocyte هي الإيزونوفيل، هاي البيزوفيل، هاي شوف الستين اللي ماخذتها قاعدية حامضية، هاي قاعدية بيزوفيل اسمها بيزوفيل، والنيتروفيل لا تأخذ قاعدية وحامضية. هسا المورفولوجي of the white blood cells، neutrophils which are also known as polymorphs، متعددة الأشكال. أول وحدة راح نحكي عليها النيتروفيلز، have fine or small granules in the cytoplasm. هذا عن ساعه قلنا نيتروفيل هي هذه، هذه نيتروفيل هذه شوفوا، يقول فتحتوي على شنو؟ تحتوي على جرانوستيك اسيديك اند بيزك ستين از وي منشن. وين ستيند وذ ليشمانز ستين ويتش كونتين اسيديك ايوزين اند بيزك ميثيلين بلو، تحتوي على صبغه قاعديه وحامضيه. الجرانيولز ابير فايوليت ان كلر، راح تظهر باللون البنفسجي. نيوكليوس از مالتي لوبد، النواه مالتها متعدده الفصوص. النمبر مات اللوب وين تعتمد؟ هذا النيوكليوس depends upon the age of the cell، تعتمد على عمر الخلية.
شلون هذا الحكي؟ شلون انه هاي المنواة المتعددة الفصوص، عدد الفصوص مالتها يعتمد على شنو؟ يعتمد على عمر الخلية اللي هي النيتروفيل. عمر النيتروفيل قد عمرها؟ زين شلون؟ يقول اليانجر سيل، الخلية الشابة بعد هي صغيرة، النيوكليوس از نوت لوبد، تكون النواة مالتها غير مفصصة. ان اول ذا نيتروفيلز، ولكن لا بالعمرها كبير او عمرها قديم او الاكبر، النيوكليوس هاز شنو 2 تو 5 لوبس. زين يعني معناها كل ما يتقدم عمرها كل ما الفصوص تبين اكثر، فتقريبا 2 الى 5 فصوص. الدايمتر اوف ذا سيل 10 تو 12 مايكرون. ذا نيتروفيلز ار اميبويد ان نيتشر، يعني اصلا هي طبيعتها اميبيه. الايزونوفيلز، هاي اذكركم بالشكل مالته، هذا الايزونوفيل، هذا الايزونوفيل از وي منشن، هذا الايزونوفيل ياخذ لنا صبغه حامضيه. of course larger granules in the cytoplasm، تحتوي على ايضا هذه الحبوبات تكون اكبر بالحجم. شنو اللون تاخذه؟ pink or red color، يعني وردي او احمر مع صبغه الحامضيه الايوزين. nucleus is bilobed، النواه تكون شنو؟ ثنائيه التفصص. and spectacle shaped، ومثل تشبه شنو ذلك؟ تشبه شكل النظارة، كأنما لابسة نظارة، أشوفها كأنما نظارة. أكو بعض الصور أكثر وضوحا من هاي، بالضبط على بالك نظارة. زين diameter of the cell varies between 10 to 14 micron. البيزوفيل، بيزوفيلز are also have coarse granules in the cytoplasm، تحتوي أيضا حبيبات تكون أكبر. the granules stain purple blue، الصبغة مالتها راح تكون يعني بنفسجي مائل إلى الزرقاء. with methylene blue nucleus is bilobed، والنواة أيضا تحتوي على فصة. diameter of the cell is 8 to 10 micron، هاي قلنا البيزوفيل. هاي شوف بيزوفيل، وإحنا أكو هاي بعض البيزوفيلات نسمى واضحة، بس المفروض bilobed يعني فصين. زين نجي الدور عندنا المونوسايت. هسه خلصنا الجرانيولر الحبوب الحبيبات، هسه نجي الاجرانيولر. المونوسايت ار ذا لارجست ليكوسايت وذ دايمتر اوف 14 تو 18 مايكرون، اكبر وحده بكرات الدم البيضاء. ذا سايتوبلازم از كلير وذاوت جرانيولز اند نيوكليوس از فاوند اوفال اند هورس شو شيب، مثل شكل حذاء الفرس. البين شيبت بشكل فاصوليا او الكدني شيب مثل شكل الكليه. نيوكليوس از بليسد ايذر ان ذا سنتر اوف ذا سيل اور بوشت تو وان سايد اند ا لارج اماونت اوف سيتوبلازم از سين. الليمفوسايتس لايك مونوسايتس، ذا ليمفوسايتس اولسو هازنت هاف جرانيول، ايضا ما عاد ما بيها هذه الحبيبات ان ذا سيتوبلازم، بالسيتوبلازم. نيوكليوس از اوفال، تكون النواه بيضاويه. بين شيبت اور كدني شيب، ايضا تشبه حبة الفاصوليا او شكل الكلية. نيوكليوس اوكيبايز ذا هول اوف ذا سيتوبلازم، والنواة تشغل كل حجم السيتوبلازم الا يعني في منطقة كلش قليلة تبقى من اسفة، حلقة خفيفة تبقى ما واصلتها النواة، يعني ما تشغل حجمها النواة. ارم اوف سيتوبلازم مي اور مي نوت بي سين. هسه نجي عند هنا هذا النيوتروفيل، قلنا multi looped function bacterial or fungal infection. These are the most common first responders to microbial infection. هاي الوظيفة مالتها. الإيزونوفيل bilobed، هاي ساقنا متعددة الفصوص، هاي لأ فصين. parasitic infection، وين موجودة تلقاها؟ بالparasitic infection، بالالتهابات الطفيلية والallergic reactions، بالتفاعل بالحساسية اللي تصير. زين تفاعلات التحسس بالجسم سواء بالرئة أو بالجلد كلها موجودة تكون بيها. البيزوفيل باي تراي لوب، أيضا قد تكون يعني ثنائية أو ثلاثية الفصوص. ألا وين موجودة الفانكشن مالتها؟ allergic and antigen response releases histamine causing vasodilation، تحرر مادة الهستالين الهستامين وتسبب لنا توسع في الأوعية الدموية في الجسم في جهاز الدوران. زين الليمفوسايت ديب ستينينج اكسنتريك، زين و انكلود بي سيلز
و CD4 helpers T cell، CD8 cytotoxic T cell. زين هاي الفانكشن مالتها او شنو تتضمن هي؟ هاي بالنسبة للليمفوسايت. ال يقول operate primarily، بس قلنا احنا شنو تتضمن هاي؟ تتضمن ال B cell، ال helper cell اللي هي CD4 و helper T cell and CD8 cytotoxic T cell operate primarily in the lymphatic system. المونوسايت kidney shaped phagocytosis of the pathogens. زين وطبعا هنا قلنا هاي حكينا عنها، هاي شنو شكلها؟ يكون شكل الكلوي مونوسايت، هذا شكلها بقى شكلها نان مونوسايت. شوف هذا شكل الليمفوسايت، هذا شكل البيزوفيل، هذا ايوزينوفيل وهذا نيتروفيل. اشكال جدا واضحة وحقيقة صور جدا جميلة ممتعة، وتسهل عليكم عملية فهم المادة بصورة سهلة وسلسة ان شاء الله. الفاجوسايتوسيس اوف ذا باثوجينز، التهام الاجسام الغريبة. برزنتيشن اوف ذا انتيجين تو ذا تي سيلز، تقدم الاجسام الغريبة المن للخلية سمحنا المناعية اللي هي تي سيل، نوع التي سيل مو البي سيل وانما تي سيل. زين البي سيل نسميها هلبر والتي سيل نسميها سايتوتوكسيك. زين eventually they become tissue macrophages which remove dead cells debris and attack microorganisms. زين فهي تصبح يقول هذه يعني مثل الخلايا الملتهمة. زين توخر الخلايا الميتة وشنو الأشياء الزائدة الغير مرغوب بها، راح تكون تجذبها وتلتهمها. Type of lymphocytes depending upon the size. اعتمادا شنو أنواع الليمفوسايت؟ هسه الليمفوسايت شنو أنواعها؟ تعتمد على الحجم. Lymphocytes are divided into two groups: large lymphocytes and small lymphocytes. The large younger cells with a diameter of 10 to 12. الخلايا الشابة. والسمول لمفوسايت الاولدر سيلز، يعني معناها اللارج لمفوسايت من هي صغيرة يكون حجمها 10 إلى 12، ومن تبدي تظهر تكون وين موجودة أكثر شيء؟ موجودة بالاولدر سيلز، دايمتر 7 to 10، راح يقل حجمها. فوش وقت لما تكون ما تتقدم بالعمر كل ما يقل حجمها. هنا عندنا النوع الثاني يعتمد عليه من على وظيفة كريات الدم البيضاء. Lymphocytes are divided into two types: T lymphocytes, اللي هي قلنا ال T cells. T lymphocyte cell concerned with cellular immunity، مع المناعة الخلوية. وال B lymphocyte cells concerned with the humoral immunity، اللي نسميها المناعة الخلطية. لهنا ننهي محاضرتنا إن شاء الله لهذا الجزء من كريات الدم البيضاء. ملتقانا وإياكم في الجزء الثاني إن شاء الله على بركة الله وتوفيقه إن شاء الله. أسعدتم مساء، في أمان الله.